صباح الخير وصباح الورد وصباح الياسمين وصباح العصافير وصباح الورود من كل الألوان وصباح الطاقة الإيجابية وصباح الراحة وصباح السعادة وصباح المسك والعنبر وصباح الزهر مقطر وصباح التمر معمر. كيف بقيتي ولاباس؟ كيبقاو الميمات؟ تنتمنى مع الله تكونوا كلكم على خير وفي صحة جيدة وراحة دائمة بحول الله. موضوعنا ديال هذا النهار يعني المرأة اللي تتكون قوية وتيقة في نفسها وعندها واحد الحضور. إلا حبيتي تكوني من هذا النوع، فين ما مشيتي يحترموك، فين ما مشيتي تبقى بلاصتك خاوية، الكل تينتظرك، يعني عندك واحد الكاريزما. مرحبا بك. إلا كنتي حبيتي تولي قوية وعندك حضور وعندك كاريزما فين ما مشيتي محبوبة، هاد النهار عندنا نصائح. طبعا ماشي نصائح نسمعوهم ندخلوهم من هنا ونخرجوهم من هنا، لا، تنخدموا عليهم نهار على نهار على نهار، بحال اللي تنديروا رياضه، بحال اللي تناكلوا، بحال اللي تنشربوا، ونبقاو حتى تتولي عندك واحد الشخصيه قويه، واحد الحضور، واحد الكاريزما، واحد شنو باش نقول لك. المهم ما نزيدوش نطولوا، نبداو. اول حاجه تنكونوا قويه ماشي بالعنف، ماشي تكون شريره، ماشي اللي جاي يتفاهم معاك تقبحلو وتعايرو، لا، تكون باش تكوني قوية تكون القلب ديالك طيب لداخل، باش تكوني قوية تكوني تتحبي الناس اللي تتحبيه لراسك. فاش تحبيتي باش تكوني قوية ما تندخلوش في الأمور ديال الناس، ما تنقبطوش ونعايرو في الانترنت، ما عجبتناش شي وحدة تنخرجو الحقد ونعايروها وما نخليو نديرولها. إلا حبيتي تكوني قوية وراقية ما تنقبطوش ونعطيو النصيحة، يعني هكداك السيدة ما تنعرفهاش أنا وتندخل ونعاير ونقول لها يعني شي هدرة اللي ما تحبيش انتي اللي يقولها لك وتتخرج ديك الحقد ديالك. حيت دابا هذا هو اللي كاين، الناس دابا ما بقاتش تجتمع تتخرج الحقد ديالها والغل ديالها في الانترنت، الله يكون معنا. وديكشي تيبقى تيخدم لداخل وتيخسر لك شنو تنقولوا الطبع ديالك، تتخسري يعني ما تتبقاش امراه راقيه. ثاني حاجه، كيف ما قلنا، القوه ماشي بالغوات، ماشي بالسبان، ماشي بالمعيور، لا، تنفكروا تكونوا هادئين. الا صادفتي شي واحد مثلا قبيح عيرك وحده او وحده، ما تنجاوبوش، تنتهدنو، تنمصوا الهضره، تنقولوا كلمه راقيه وتندورو وتمشيو بحالاتنا، ما تنعطيوهش وقت. كما قلت لك، كنا في شي جمعيه ما تدخلوش من خارنا في العيالات ولا اللي جالسه حدانا، شوف شو على حاله، شوف على حنا، وحنا هي تنجبدوا، حنا هي يعني هي تنكريتيكيو، حنا هي تنعيبوا، قولها بالمغربيه، هي تنعيب هذه كيفاش دايره وهذه كيفاش دايره واجنتينا علاش دايره هكذاك، والمراه كبيره حدك كتعطيها النصائح ودخل امورك في اي حاجه. لا، حبيتي تكوني مراه عندك كاريزما كيف ما قلنا وعودنا، نقي لداخل، نقي الطبع ديالك من الداخل، وعاد نبداو على برا. دائما الشكل ديالنا تيكون عنده دور، الابتسامه خصنا دائما نكونوا مبتسمين ماشي متصنعين. الا كنتي متصنعه عندك 4 ساعه ومستحيل لك التصنع، الا كنتي متصنعه الناس ما تحبكش، سبحان الله العظيم ما ترتاح لكش. اول حاجه كما تنقولوا من بعد التنقيه الذاتيه ديالنا اشنو تنديروا؟ الشكل ديالنا، لان اول ما تنشوفوا الانسان تنديروا له سكانير كما تنقولوا، اول بهجه تتشوف هذا الانسان واش راقيه، ماشي جالسه حداك ريحه فمها ما تقدرش تكمل حداها الجلسه، ريحه بطنها تحرك تعطيك الريحه ديال العرق، الله يكون معنا كاينين. يعني الهندام عنده واحد الدور، الشكل الخارجي ديالنا عنده واحد دور مهم مهم مهم. ما تقولوا لي شي كاينين اللي تيقول لك وصافي اللي بغاني يبغيني هكذا، لا، ما كايناش هذه اللي بغاني يبغيني هكذا. حنا في المجتمع، الا كنتي في شي غابه، الا كنتي في شي كوكب اخر تقدري، اما حنا حدنا في الدنيا حنا خصنا نكونوا بحال الناس، راقيين، مهلين في راسنا، متولين. كيف ما قلنا، اول نظره هي السكانر اللي تعطوك، تطلعوا فاش تنكونوا في شي مجمع او شي حاجه، تدخل شي سيده تتبهري بها، تتبقى تقول الله مصاب يجي ديك الحدايا، مصاب يتهضر، مصاب يتبقى جالسه. تتشوف عاود شي وحده اخرى داخله تتقول اعوذ بالله من الشيطان الرجيم، هلي دراجي تجلس حدايا، مصاب هي ما تجيش تجلس حدايا. ثاني حاجه،
ما تنبقاوش دو 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 تنجلسوا فاش تنكونوا في المجتمع ديالنا، يعني جمعيه ماشي مجتمع باردون، تنكونوا جمعيه ديال الاصدقاء او معروضين او شي حاجه، وتنبقاو هضره هضره هضره، وبنتي دايره وبنتي فعله وخالتي وعمتي وامي وجداتي، ونجبدوا المشاكل كلها باش نحيدوا علينا العين. ما سمعك حد، ما شافك حد، ما قال لك حد، فضح عراضك. السك ديالنا دا يمكن ما تنقول لكم تنبلعوه، ما تنخرجوش نهائيا، ما عرفنا حد. كل ما كنتي محافظه على السك ديالك، كل ما الناس تتبقى خصها هيش ما تعرف عليك، كل ما كنتي مفضوحه معوده اسرارك كلها، تتبقاي طبله، تنبقاو كما تنقولوا طبق محلول، كل شيء عارفك ما تيديها فيك حد، كل شيء تيمل منك، تيمل منك تيمل تيمل منك ما عرف خرجت لي جمله عوجه تيمل منك. ما تنبقاوش يهضر هضر 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 يعني كانه الله يكون معنا راديو وطلقتيه، لا، تنبداو الموضوع، تنجبدو تنسمعو راسنا شويش. زدنا في يعني هضرنا بزاف، تنكونتروليو راسنا، تنسكتو، ما تنجبدوش المواضيع اللي ماشي في البلاصه، ما تنقبطوش. خصنا كلشي يتصنت لنا وحنا جالسين في ديك المجمع كاننا ما شنو هو، لا. كل ما عطيتي راسك القيمه، كل ما كونترولتي لي راسك، كل ما يعني درتي الكونترول على شنو تتخرج، على الشوفات، على الجلسه، على اي حاجه، تتكوني راقيه، تكون عندك واحد، تتكون كيف ما قلت لكم عندك واحد الكاريزما، تتكوني مميزه، ما تتكونيش بحال بقيه كلنا بشر، ولكن حنا تنهضروا باش تكوني راقيه وتكوني مميزه وتكون عندك كاريزما. الا حبيتي هذا الشيء، هو هادشي اللي باش نخدمو عليه كله، كل نهار ندوكو الكونترول لراسنا، كل نهار مع راسنا. كيما قلت لك الا كنتي تتصنعي، راه تتصنعي، ما كاينش اللي يجلس حداك، ما كاينش اللي يكمل معك. كل ما كنتي عفويه، كل ما كنتي على طبيعتك، كل ما كنتي راقيه في النطق، راقيه في الشوفان، راقيه في الجلسه، تيكون عندك واحد المحبين، تتكوني محبوبه من يعني من الجميع. شنو كنت باش نقول؟ قلت باش نبقى ندير في الفيديو 5 ديال الدقائق، لان الفيديوهات ما تيتشافوش، باش نقص كما قلنا خير الكلام ما قل ودل، والا كان الموضوع طويل باش نقسمو على جوج النوبات. المهم هادو هما النصائح اللي نقدر نعطيك. كيف ما قلنا كملنا على الهندام او ما كملناش، كيف ما قلنا تكون ريحتنا منين نضروا نهضروا مع الانسان، ماشي كرهنا، ماشي يشمئز منا. اللباس ما تنقولش دائما الغلا، تنقولوا دائما متوله حسن من خواجيه، خصنا نتولوا الناس كل الالوان، نكون ريحتنا مزيانه، ماشي لابد ماشي يقولوا لي بحال يعني كاين شي ناس تيبقاو هيجيبوا هي تيديروا السبايب، لان النظافه من الايمان. تنكونوا خدامين، تنكونوا ما خلينا من ديكنا، تنكونوا في لا كويزين، تنكونوا يعني بزاف ديال الاشغال اللي تنديروا، ولكن هذا ما تيمنعش دغيا دغيا ننظفوا حالتنا، نصوبوا حالتنا، ونكونوا نقيين مع راسنا. حتى ملي تنوقفوا قبالة الله تعالى، تنوقفوا راقيين، تنوقفوا نقيين، الملائكة تيشموا ريحتنا مزيانة، شي كما تنقول ريحة العروقات والبصولات والعفونات، ونتينا هيجدب جدب جدب جدب. لا، ثاني حاجة، إلا حبيتي تكوني قوية دائما، ما تبقايش هي اللي قالك شي حاجة، إيه واخا ما كاين مشكل، وانتي خدومة خدومة، لا، عمل راسك القيمة، فاش تعيا قولي لا. إلا كان مثلا كنتي في الكوزينة عييتي 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 صافي بغيتي ترتاحي، جا قالك مثلا راجل ديالك جيبي لي وجيبي لي، قول له سمح لي الله يعطيك صحتك، صافي أنا عييت، سمح لي باش نجلس نرتاح ومن بعد نوض. حاولي تبقي تقولي لا. قالوا لك الدراري صافي الولاد خصهم شي حاجه، كنتي عييتي خصك تبقيهم انت عليك الاول، لا، نفسك عليك حق، عطي وقت لراسك، اهتمي براسك. كل ما تعلمتي تكوني انت في الاوائل، تكون يعني الحوايج اللي عندك ديالك تسبقيهم هما الاولى، كل ما تكون عندك تتكون عندك قوه، تتكوني فارضه شخصيتك، تتكوني فارضه الوجود ديالك. ما تنبقاوش غير ايه فين ما مشينا، ايه خلينا انا تنموت بالسخانه وانا نوض نطيب، انا تنموت بالقرب وانا نوض نعجن، انا مساليه مغالمو صافي النفسيه ديالي عيانه، وانا واقفه ما تنخلي ما تنديك تنديك الصالون، تحس براسك عييتي قول ستوب باش نرتاح، سمحوا لي، الله يرضي عليكم وليداتي، سيلو بلي مون ماري، صافي ما نقدرش، صافي ستوب، تيولفوا بيك
وتتبقاي انت براسك تتعطيهم القوه وتتولي امراه قويه. تنتمنى على الله ما نكونش طولت عليكم، ونستفدوا ونطبقوا النصائح كل نهار شويش كل نهار شويش. والله تعالى قال لك ان الله جميل يحب الجمال، ما قلناش الجمال الجمال، الجمال هو بالنقاء بالتهلو بالنطق الحسن بالابتسامه، ماشي حنا ماشي نحنا اللي شنا نخنزرو فيه، كارهين الدنيا كارهين الشعب كارهين البشر كارهين الحيوانات، تتبقى تتعقد لك هذه. لا، حاول تبتسم، ملي تشوف راسك بحال اللي تزيكتي ولا شي حاجه دوز قبل في المرايه وابتسم وخليك مبتسمه. تنتمنى على الله تبقى ايامكم كلها الابتسامه وراحه وهناء، و صحتكم مبروكه، نهاركم مبروك. اللي عندها ميمتي حبيبتها تهلا فيها، اللي ما عندهاش الله يرحمها ويرحم ميمتي ويرحم ام سيدنا محمد. تنحبكم لله، والفيديو الجاي بحول الله.